أهلا بكم مشاهدينا إلى مرابحة البرنامج الذي يعنى بالقطاع المالي الإسلامي. بدءا هذه أبرز العناوين في هذه الجولة. أندونيسيا تخطط لصكوك إسلامية ب 570 مليون دولار وتسعى لتطوير سوقها الأكبر إسلاميا. 16% نمو سوق الصكوك العالمية سنويا. روسيا تتجه إلى الخليج لاكتساب خبرات ومبادئ التمويل الإسلامي. أهلا بكم من جديد. تخطط الحكومة الأندونيسية العام المقبل عبر وزارة المالية لطرح صكوك بقيمة 7.1 تريليون روبية بما يعادل 570 مليون دولار، وستعتمد على أساس مشروعات عامة وتحديدا 3 مشاريع على صالة البنية التحتية وصلة بها. وستدرج خطة الإصدار في مراجعة الميزانية لعام 2015، وستوفر الأموال الناتجة عنها الموارد الضرورية لتمويل مشروع سكك حديدية مزدوجة واستراحة مخصصة للحجاج، إلى جانب توسيع طريق شرق البلاد. ولم تحدد الحكومة بعد مدة الصكوك أو نسبة الربح التي تعتزم تخصيصها. سجل سوق الصكوك العالمية أداء ملحوظا في 11 شهرا الماضية من عام 2014، مدعوما بالتحسن الذي طرأ على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الإصدارات الكبيرة من قبل بعض الجهات السيادية وإصدارات بازل 3 من قبل المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك وفقا لتقرير أصدرته شركة بيتك للأبحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، والتي توقعت أن تنمو الصكوك القائمة بمقدار متوسط السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 16% ما بين 350 إلى 360 مليار دولار في عام 2015. وتعتمد التوقعات على اعتبار أن متوسط إصدار الصكوك في 11 شهرا من العام الحالي بلغ 10.4 مليار دولار شهريا. من جانب آخر، أظهرت دراسة أجرتها تومسون رويترز أن سوق السندات الإسلامية تبدو مقبلة على عام آخر من النمو، إلا أن بعض المستثمرين يعتزمون تقليل مخصصاتهم لهذه الأصول، وهو ما قد يرفع العوائد. ولا يزال الطلب من المستثمرين في دول الخليج وجنوب شرق آسيا يفوق المعروض، وهو اختلال ساهم في تقليل العوائد على الصكوك وجعلها مصدر تمويل جاذب للشركات والجهات السيادية. وأشار التقرير إلى أن ذلك قد يسهم في رفع حجم الإصدارات العالمية للصكوك في 2015 إلى ما يتراوح ما بين 150 و 175 مليار دولار، ليتجاوز المستوى القياسي السابق البالغ 137 مليار الذي سجله في عام 2012. تتألف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية ومقرها في البحرين من أكثر من 140 عضوا من 40 بلدا، وهي منظمة دولية مستقلة مهمتها إصدار المعايير في عدد من المجالات كالمحاسبة والمراجعة والضوابط الأخلاقية والشرعية، لتغطي كافة جوانب العمل المصرفي والمالي الإسلامي، وحتى تجعله ينسجم مع بعضه البعض ومع الواقع التجاري المحيط، وتسهل على المستثمر والمستهلك من جهة، وتيسر على البنوك إدارة أموالها وتحقيق عائد أكبر وتوفير بيئة آمنة من حيث تقليل مستوى المخاطرة من جهة أخرى. إذن بدورنا نتابع هذا الموضوع. معي هنا مباشرة في الاستوديو الدكتور حامد بن حسن ميرا، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية يوفي. دكتور مساء الخير، وأنا أشكر وجودك معنا في هذا البرنامج. ودعنا بدءاً نتحدث عن أهمية المعايير في توحيد كل المصطلحات والتأثير إيجابياً على هذا النمط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية حقيقة أحب نشكركم على الاستضافة. لا شك أنه أي صناعة بحاجة إلى نوع من التنميط أو المعيرة لخلق جو من التوائم والتناغم، أو ما يقال الهارمونيزيشن في الصناعة. كطبيعة أي صناعة، أي فن أو أي علم، يكون فيه آراء مختلفة للعلماء في الفن. صحيح. ومن ذلك السوسة في الإسلامية التي تقوم على الاجتهادات الشرعية. فلذلك قامت الحاجة لهذه الصناعة حتى تنتقل إلى مرحلة أكثر تطورا وأكثر احترافية، أن يكون هناك نوع من المعايير، سواء في الجانب الشرعي اللي هو تسعى تقول الجانب
الجانب الفني والجانب المتميز في المنتجات المالية الإسلامية وهو جانبها الشرعي، تميزها في جانبها الشرعي. فلذلك كان هناك حاجة إلى جانب من التنميط والمعيرة. كذلك فيما يتعلق بالجانب المحاسبي للمنتجات المالية الإسلامية، طبعا بلا شك هناك جانب أو أرضية مشتركة ربما أتحدث عن هذا لاحقا في الجانب المحاسبي، لكن المنتجات المالية الإسلامية لها طبيعة وخصائص ذاتية تحتاج إلى معالجة خاصة في القوائم المالية وفي القوائم المالية للشركات. فلذلك هنا برزت الحاجة كذلك إلى وضع شيء من الضوابط أو من المعايير للمنتجات المالية الإسلامية إذا قدمت للعملاء كيف يمكن أن إبرازها في القوائم المالية، سواء كانت هذه المنتجات منتجات تمويل أو منتجات استثمار في جانب الممول أو المتمول، في جانب المستثمر أو مدير الاستثمار بمختلف أنواع المنتجات. كذلك في هناك من الأهمية بمكان كذلك ما يتعلق بموضوع الحوكمة. طبعا لا نتحدث كذلك عن الحوكمة التي هي يعني أرضية مشتركة بين الجميع، لكن أتكلم عن الحوكمة الشرعية، أتكلم عن آلية تكوين الهيئات الشرعية، عدد الأعضاء في هذه الهيئات، من هو المؤهل أن يكون عضوا في الهيئة الشرعية، علاقة الهيئة الشرعية بالأجهزة الإدارية في المؤسسات والشركات، علاقتها بمجلس الإدارة، علاقتها بالجمعية العمومية، علاقتها هذه القضايا، التدقيق الداخلي الشرعي. كثير من القضايا حتى نخلق ثقة المستهلك أو ثقة العميل، كذلك بالفعل نتحقق من وجود هذه المعايير أو هذه يعني الآن الصناعة المالية الإسلامية تدعي أنها مطابقة للشريعة، فمن الذي يحكم ذلك؟ صحيح. فالعميل يحتاج إلى ثقة من جهتي. نعم جيد. هذا يقودنا للهيئة الهيئة المحاسبة والمراجعة. نعم. أيضا وأنت تتشرف بأن تكون أمينها العام. نعم. هي الهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية. نعم. الإسلامية. نعم. يعني من أنتم؟ ليست من أنتم زائعة الصيت. نعم. من أنتم بمعنى ما هي أدواركم؟ نعم. إلى أي مدى هناك نطاق تعملون من خلاله؟ نعم. في الحقيقة يعني أنا تعد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أو ما يعني تقال لها اختصارا أيوفي، هذه أول منظمة على مستوى الصناعة أنشئت على مستوى العالم. طبعا أنشئت عام 1991، يعني الآن بعد أشهر معدودة إن شاء الله تكمل 25 عاما، ربع قرن من العطاء بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذه المنظمة في الحقيقة كانت بمبادرة من أهم المكونات الصناعة، على سبيل المثال البنك الإسلامي للتنمية، كبرى المؤسسات المالية الإسلامية، بادرت لتنقل الصناعة إلى مستوى أكثر احترافية. بدأت هذه المنظمة العريقة بطرح المعايير المحاسبية، لكن عندما بدأت بالمعايير المحاسبية وجدت هناك فجوة في هذه الناحية. لكن عندما أتت لوضع معايير محاسبية، على سبيل المثال معايير المحاسبية للمرابحة أو معايير محاسبية للمشاركة أو للمضاربة، هناك آراء فقهية متعددة في المرابحة، ما هي المرابحة؟ فإذا هنا برزت الحاجة أننا قبل أن نستطيع أن نضع معيار محاسبي، نحن بحاجة أن نضع الأساس لهذا المعيار المحاسبي، ألا وهو المعيار الشرعي. نحدد ما هي المرابحة، ما هي شروطها، ما هي مراحلها، حتى نستطيع أن نعكس هذا في المعيار المحاسبي. إذا أردت أن تصل إلى مرحلة المعيار، فبدأت هذه الهيئة بداية صحيحة، بداية احترافية، وهي الأولى في هذا السياق وما زالت من جهة الاحترافية. فالمجلس الشرعي الذي يصدر هذه المعايير مكون من 20 عالما منذ أن بدأت، 20 عالما من كل المذاهب الفقهية المعتبرة الموجودة في العالم الإسلامي، لا أقول في العالم الإسلامي، الموجودة في العالم. كذلك التمثيل الجغرافي، فعندنا من إندونيسيا وماليزيا شرقا حتى الغرب، بل أنه كان التشكيل الماضي أحد أعضاء المجلس الشرعي من عالم أو فقيه من أمريكا. فعندنا بحيث أنه يكون هناك تصور حقيقي لوقائع أو للواقع، واقع المنتجات المالية الإسلامية في كل رقعة الدنيا، لا أقول في العالم الإسلامي وإنما في كل العالم. نعم. هذا أحد النقاط المهمة، التنوع في المذاهب الفقهية، فهي لا تنتمي إلى مذهب ولا تقتصر على مذهب، وإنما المجلس الشرعي بعمومه بما فيه من علماء في المذاهب كلها يرجحون الأقرب للدليل وما يرون يحقق المصلحة الشرعية. كذلك من النقاط المهمة، هذه المعايير لا تصدر جزافا، وإنما تأخذ قرابة 13 مرحلة حتى تصدر المعايير على أعلى مستوى، في مثلها مثل أي هيئات معتبرة على مستوى العالم في إصدار المعايير، من مرحلة الفكرة ثم مرحلة الدراسة الأولية ثم اللجان المتخصصة ثم مسودة المعايير ثم حتى جلسة الاستماع، ندعو العاملين في الصناعة المتخصصين إلى جلسة استماع للاطلاع على مسودة المعيار وإعطاء ملاحظات عليه.
بهذه الطريقة أصبحت هذه المعيار الآن أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة فيما يتعلق بالجانب الشرعي أكثر من 48 الآن وصلت إلى 50 معيارا غطى جزء كبير من الصناعة. وبالإضافة إلى ذلك تعرف أن هذه الصناعة متجددة لا تقف. فلذلك كان الآن من الأنشطة الجديدة للمجلس كذلك مراجعة المعايير وتحديثها لأنه هذه الصناعة كما تعرف تجدد. هذا الجانب الأول المهم المعايير الشرعية. ولذلك هذه المعايير أصبحت إلزامية من البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول. وهذه الدول التي ألزمت بها أي بنك أو مؤسسة مالية يقدم منتج مالي إسلامي هو ملزم بتطبيق المعايير معايير أيوفي. ولعل هذا سير قبولكم على المستوى العالمي واحتماد هذه المعايير. وأتساءل أنا أيضا عن المعايير المحاسبية. دكتور ميرا يعني هل هي شرعية أم أن المعايير المحاسبية لا أقول لا دين لها ولكن ليست لها علاقة بمسألة الشرعية وغير الشرعية؟ جميل سؤال جدا جميل. مثل واحد قال المتر هو متر ما في متر إسلامي ومتر ما هو إسلامي. سؤال جميل جدا وفي مكاني لكن إن سمحت لي بإيجاز. هناك مجموعة دول جعلت المعايير سواء الشرعية أو المحاسبية إلزامية وهناك من جعلتها استرشادية لكن لقوتها فتجد أنها الأساس المعتبر حتى لو لم يلزم بها فهي الأساس العلم المعتبر بل إنها أصبحت مادة أساسية في المعاهد على مستوى الدكتوراه وطلاب الماجستير تقرر لهم على مستوى العالم لأهميتها العلمية. كذلك الآن ننتقل لموضوع المعايير المحاسبية. سؤال في غاية الذكاء في غاية الجمال. بالفعل هناك مشتركات عامة على سبيل المثال أدوات قياس أدوات مشتركة بين المنتجات المالية الإسلامية وغيرها. فهنا نحن اتخذ يعني بدأت بداية صحيحة وصحية أيوفي فإنها قررت أنها إذا أتت أن تضع معاييرها المحاسبية فإنها لا تبدأ من كما يقال لا نخترع العجلة من البداية وإنما يبدأ من حيث انتهى الآخرون. هناك معايير محاسبية مشتركة بين الجميع على مستوى العالم موجودة فإذا نحن لا نمس ذلك وإنما تأتي أيوة في موضع تميزها وإضافتها إذا كان هناك تميز للمنتجات المالية الإسلامية. على سبيل المثال موضوع ما هي مثلا المعايير المحاسبية للمخزون إلى آخره هذه قضايا لا تفرق إذا كان في مؤسسة مالية أو في غيرها لكن إذا أتينا إلى الجوانب التي ما على سبيل المثال إذا أنت تتكلم على الأصول المؤجرة والتمويل بالتأجير فنحن نعتبر المؤجر أو الممول مالك للأصل فلذلك ينبغي أن يكون في دفاتره صحيح. بينما في التمويل التقليدي فهو لا يعده من أصوله لأنه يراها أشبه بالقرض صحيح. فهذا أحد الفروق المهمة جدا. فهنا يأتي دور وتميز ومبضع الجراح كما يقال يوضع على الموضع الصحيح. فنحن لا نصدر المعايير كيف نتفق وإنما المعايير المحاسبية تكون مركزة على جوانب التميز. فلذلك هنا في نقطة في غاية الأهمية أرجوك أن تسمح لي في ثواني معدودات فضل. حتى تشعر أهمية هذا ولذلك حتى المنظمات الدولية المعنية بالمحاسبة شعرت بهذا. هناك معايير معروفة مثل IFRS إلى آخره GAAP إلى آخره مجموعة من المؤسسات المالية الإسلامية المؤسسات التي تقدم منتجات مالية إسلامية هي تطبق IFRS لكن العجيب لأن هذه المنتجات لها طبيعة خاصة تجد البنك ألف والبنك باء كلاهما في نفس البلد ويطبقان IFRS لكن تجد عندما يبرزون المنتجات المالية الإسلامية البنك ألف يبرزها بطريقة والبنك باء يبرزها بطريقة لأن لها طبيعة خاصة بل الذي أكثر إعجابا ويعني طرفة أن تجد البنك الواحد بنك له سبسيدرز له شركات تابعة في دول مختلفة البنك التابع له ألف في دولة ما غير البنك باء وهو نفس البنك هذا يجعل أن من الأهمية بمكان لذلك هنا علامة استفهام بالفعل هذه منتجات وهذا ليس غريبا لذلك مثلا على سبيل المثال مجلس المعايير الدولي عندما أتى قطاعات خاصة مثل قطاع الزراعة وجد أنه لابد أن يجعل لها معايير خاصة لأن لها طبيعة خاصة وهكذا الأويل غاز الغاز والنفط جعل له معايير خاصة ولذلك هذه الصناعة من الأهمية بمكان مراعاة طبيعتها الخاصة فإذا الجواب له نعم ولا هو لا وإنما نعم هناك جوانب مشتركة لكن هناك تميز يحتاج إلى معالجة يعني وهذا ما تعمل عليه أيوفي معايير ذات شعور خفية على كل إننا ندري. أنا أشكرك دكتور حامد بن حسن ميرا الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي والحديث ذو شجون كما يقولون أو ذي شجون. نعد بأن نواصل معكم في مرات قادمة كل هذه التفاصيل المهمة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. فاصل قصير نعود من بعده لاستكمال برنامج مرابحة. أهلا بكم من جديد. كشف تقرير لصندوق النقد الدولي أن حصة البنوك الإسلامية بلغت نحو 40% في الكويت لتصبح بذلك لاعبا أساسيا وعالميا في قطاع الصرافة الإسلامية. التقرير أشار أيضا إلى أن المصارف الإسلامية استمرت في تسجيل نمو قوي للأصول مدفوعا بالنمو السريع في الودائع الذي تخطى معدل النمو في القطاع المصرفي على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها قطاع المصارف الإسلامية.
يشهد النظام المصرفي الإسلامي توسعا سريعا جدا في الكويت، ويتمتع اليوم بأهمية نظامية في السوق المالي المحلي وفي التمويل الإسلامي العالمي. هذا ما كشف عنه تقرير لصندوق النقد الدولي. اعتبر الكويت لاعبا أساسيا عالميا في قطاع الصيرفة الإسلامية، إذ بلغت الحصة العالمية لأصول الصيرفة الإسلامية فيها نحو 6% خلال يونيو عام 2013، مما صنفها في المرتبة الخامسة عالميا، بينما شكلت الصناديق الإسلامية نحو 9% لتشكل الثالثة أكبر حصة عالميا. ويعد بيت التمويل الكويتي أكبر مصرف إسلامي في الكويت، ويستحوذ على 70% من القطاع المصرفي الإسلامي و 26% من أصول النظام المصرفي. كما ويلعب بيت التمويل الكويتي دورا هاما في تدوير الخدمات المالية الإسلامية، ولديه حاليا فروع في البحرين وتركيا وماليزيا وحصص في عدد من المؤسسات المالية الأخرى. وبحسب التقرير فإن ذلك يمنحه الفرصة للتحول إلى لاعب عالميا في صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وتعد المصارف الإسلامية لاعبا أساسيا في القطاع المصرفي الوطني الكويتي والنظام المالي بشكل عام. وفي نهاية يونيو عام 2014 تضمن النظام المصرفي 11 بنكا تجاريا مسجلا و12 فرعا لمصارف أجنبية، مع حصة سوقية مشتركة بلغت نحو 84.1% من إجمالي أصول النظام المالي. وقد ارتفعت الحصة السوقية للمصارف الإسلامية المحلية من 23% من أصول النظام المصرفي في نهاية عام 2005 إلى 39% في نهاية يونيو عام 2014. نور العنبقي، CNBC عربية. قدمت الثقافة الإسلامية خدمات جليلة للصيرفة الإسلامية، وذاع صيت هذه الصيرفة في أرجاء العالم وملأت الدنيا وشغلت الناس وسجلت حضورا كبيرا حول العالم. لكن البعض يعيب على المصرفية الإسلامية أنها لم تستطع أن تطور أدواتها ولم تستطع أن تواكب المستجدات، وهي تمتلك هذا الثراء العريض من الفائدة والمعلومات في خدمة المجتمع. للحديث حول هذا الموضوع وشؤون وشجون الصيرفة الإسلامية، معي هنا في الاستوديو السيد علي حمودي، الرئيس التنفيذي لشركة وايد فيجن. ودعني أرحب بك معنا أولا في هذه الحلقة. ونحن كده بوايد فيجن خلينا ندخل فوكس ومن الداخل على صيرفة الإسلامية عموما، وهي تسجل هذا الحضور والنمو المضطرد الكبير، لكن كثير من التحديات تعترض المسار. نعم، يعني من الواضح كما تفضلت هناك الصيرفة الإسلامية تحتاج أن تواكب التقدم في المشتقات المالية وفي المنتجات المصرفية، كما العالم يتقدم وكما العالم ينفتح تجاريا واقتصاديا ويصبح كما نسمع دائما أصبحنا قرية صغيرة وكل شيء يشترى من هذا الجهاز ومن هذا الموبايل، فعليهم أن يواكبوا هذا الشيء. نعم، قطعوا مجال مثلا في إيجاد بديل للرهن العقاري اللي هو إذا كان الإيجارة وما شابه ذلك، ولكن هناك المزيد من كما يتطور هذا المجتمع وكما من المتوقع أن هذه المنطقة والعالم الإسلامي لديه فرص كبيرة من النمو، إذا كان نمو سكاني وإذا كان نمو اقتصادي. يعني عندك جنوب شرق آسيا، وين ابتدت؟ في ماليزيا في الأربعينات هذه الثقافة أو البنوك الإسلامية، ومن ثم من هناك نمت والآن عادت إلينا ورجعت. يعني الآن ابتدت تأخذ اهتمام المنطقة، الإمارات مثلا تصبو لتكون مركز رئيسي في إصدار الصكوك الإسلامية. السعودية من المتوقع لها أن تكون أكبر سوق للمصارف الإسلامية، ولكن التحدي هو كيفية إيجاد منتجات أخرى متنوعة تهم الأند يوزر أو المستثمر والمستفيد. نعم سيد علي، البعض يذهب أبعد من ذلك ويقول لو أن الصيرفة الإسلامية والمصرفية الإسلامية كانت تحكم في الاقتصاد العالمي لما وقعت الأزمة العالمية. نحن لا نقدح في هذا الحديث من حيث النظرية باعتبار نؤمن بهذه الفلسفة. إلى أي مدى من الممكن أن يحدث ذلك في ظل أن الصيرفة الإسلامية أو المصرفية الإسلامية تحت
تعتمد على وقائع ليس على أوراق يعني. نعم يعني وهذا يعني أخذوا دافع كبير بان الأزمة العالمية السبرايم كما تعرف بالسبرايم اللي هي ابتدت إنه هذه مشتقات يعني يأخذوا منتج واحد مبني على افتراض ومن ثم يغلف ويعلب بشيء جميل ومن ثم أبيعه أنا لأخي الطيب ومن ثم الطيب ونحط عليه مارجن 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 وفي النهاية لا يمت لأي شيء للأندرلاين أسيت يعني للأصل الحقيقي. في المنتجات الإسلامية عادة لا تتبع هذا الشيء، تكون دائما ما تتخذه هو ترجع إلى شيء أصلي إذا كان عقار وإذا كانت أصول وإذا كان ذهب أو ما شابه ذلك. فنعم الكثير يقول أنه الأقل تضررا في المنتجات الإسلامية في السبرايم في الأزمة المصرفية العالمية اللي شهدها العالم من 2009 كانت هي أقل ضررا طبعا هي بالتأكيد تتضرر في النهاية حتى البنوك الإسلامية أنا في رأيي يجب أن تصب في النهاية في 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 الخزان الكبير اللي هو الانترناشنال يعني سيستم بالنسبة للمصارف. صحيح جيد. دعنا نتحدث عن الصكوك ذائعة الصيت التي ملأت الدنيا، وكثير من الدول أصبحت تنتهج هذا النهج وحتى دول غير إسلامية بطبيعة الحال ودونك لندن وسنغافورة وإلى ما ذلك. يعني سؤالي إلى أي مدى هذه الدول تتجه نحو الصكوك فقط من أجل اقتسام هذه الكعكة باعتبار أن رأس المال الإسلامي كبير ومؤثر، أم أن لديها قناعة حقيقية بجدواها الاقتصادية؟ إذا تكلمت مثلا عن سنتر مصرفي أو مركز مالي مهم مثل لندن مثلا أو كذا أتوقع أنه لا أنه هم يريدون كما تفضلت أن يقتسموا هذه الكعكة لأن وفرة السيولة في المنطقة يعني في العالم الإسلامي إذا تكلمنا عن الخليج العربي مثلا والناس نيتها طيبة، الناس يعني عندما يخيرون بين شيء إسلامي وشيء غير إسلامي حيتجهون الإسلامي شيء طبيعي يعني. نعم. فوجدوا أنه هذه سوق واعدة فلماذا لا يتجهوا لها بإصدار هذه هذا مو معناته أنهم بينصبوا على الناس لا وإنما لا تأكيدا لما قلت أنه الوفرة موجودة ولكن يريدون أن تصبغ هذه بالصبغة الإسلامية. نعم. ومؤكد أنهم إذا لم يقتنعوا بجدوى الصكوك لن ينتهجوها حتى إذا كانت يعني تدخل لهم. وهذا على فكرة ليس فقط من البنوك، حتى رأينا في الشركات الوسطاء المالية الآن تجد يقول لك إسلامك تريدينج أكاونت أنه يعني إذا حتى عملت مضاربة بالهامش لا نعطيك فائدة ولا نأخذ منك فائدة. جيد. ماذا عن التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي؟ يعني أمامه المزيد أنا في رأيي، وكما تفضلنا في البداية حتى يتنافس ويكون يعني لد مع الشركات الكبرى أنه يجب أن يكون لديه هذه المنتجات. يقولون سيد حمودي بأن واحدة من مشاكله هي الكادر البشري المؤهل القادر على هذا، يعني نحن هناك فقهاء دين وشريعة. نعم. في المقابل هناك مصرفيين. نعم. يعني حبذا لو ندمج الاثنين. نعم. يعني أنا أريد أن نرى يعني وإن شاء الله نرى أنه يكون هو فقيه الدين هو نفسه الشغال في 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 البورصة وذهب واشتغل ربما في نيويورك ولندن ودخل في خضم هذه العمليات وعرف كيف تصنع هذه المشتقات وكيف يؤخذ المارجن وكيف يتم التداول ليعلم ما يعني ليكون على يقين ما هو الحلال وما هو الحرام منها وهو مطابق وموافق إسلاميا وما هو دون ذلك. نعم. ما هي الأسواق الرئيسية التي ربما تنفرد بقيادة المصرفية الإسلامية الآن بالنسب أو الأرقام والتقارير؟ يعني عندنا طبعا ماليزيا هي ما زالت المركز الأول بالنسبة خاصة لإصدار الصكوك. بالنسبة للأصول الإسلامية عندك ربما 6 دول هي التي تستحوذ على 80% ربما من الأصول الإسلامية التي تقدر يعني من المتوقع أن تكون في نهاية 2015 أكثر من 2.5 تريليون دولار. عندك إندونيسيا، ماليزيا، قطر، البحرين، السعودية ومن ثم الإمارات. هؤلاء 6 دول هم الأكبر استحواذا. يعني الإمارات وحدها من المتوقع أن تكون في نهاية 2015 نصيبها أكثر من 125 مليار دولار. نعم. أنا أشكرك حقيقة على هذه الإضاءات السيد علي حمودي الرئيس التنفيذي لشركة وايد فيجن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. تتجه روسيا إلى الخليج لاكتساب خبرات ومبادئ التمويل الإسلامي من خلال قيام مصرف فنيش إيكونوم بنك الحكومي بإرسال فريق إلى دول الخليج من أجل هذا الغرض.
وتمهد الخطوة لإمكانية دخول سوق التمويل الإسلامي وخاصة الصكوك التي يتوقع الخبراء أن تصل سوقها إلى 165 مليار دولار في العام القادم، علما بأن البنك المعني مدرج على قائمة العقوبات الغربية بعد موقف روسيا من الأزمة الأوكرانية. اتفق البنك الإسلامي للتنمية مع السلطات المصرية على وضع استراتيجية للشراكة مدتها 5 سنوات تهدف إلى تمويل مشاريع البنى التحتية وخلق وظائف، في خطوة تأتي بعد إقرار سلسلة من التمويلات لمصر بمئات الملايين من الدولارات خلال الأشهر الماضية. واتفق الجانبان على إفادة البنك بعثة فنية موسعة خلال يناير كانون الثاني المقبل لوضع الإطار النهائي لاستراتيجية الشراكة، والتي ستركز أيضا على دعم القدرات وخلق الوظائف وتبادل الخبرات. وتعد مصر من أكبر الدول المستفيدة من موارد البنك خلال 2014، فقد تم التوقيع على اتفاقيات تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار. أطلق بنك الأمانة التونسي صندوقين إسلاميين للاستثمار المشترك، بينما تستعد شركة إيجار مالي للتحول إلى مصرف إسلامي خالص، في خطوات إيجابية للقطاع الذي ينتظر من الحكومة إصدار أول سندات إسلامية. ولا يمثل التمويل الإسلامي سوى 2.5% من القطاع المالي التونسي، ويوجد في تونس حاليا بنكان إسلاميان خالصان هما مصرف الزيتونة والذراع التونسية لمجموعة البركة المصرفية البحرينية. انتهت حلقة مرابحة لهذا الأسبوع. للتواصل معنا دوما مراسلتنا على البريد الإلكتروني مرابحة @cnbcarabia.com. في أمان الله.